بس كلام. لو أنت صاحبة قامة طويلة وعندك شعور بالضيق نتيجة عدم توفير الملابس المناسبة لطولك، مدى بيك إلا تتبعي النصايح التالية. أول شيء اختيار اللون المناسب. ما فيش شك إن الألوان تلعب دور كبير في إبراز طول المرأة. مثلا الألوان الداكنة تبرز طول أكثر من الألوان الفاتحة. مدى بيك تختاري الملابس المزركشة وتكون فيها نقشات كبيرة بألوان زهرية متعددة مع الابتعاد التام عن الأسود والأبيض. ثاني شيء تجنب الأقمشة اللي تكون مخططة بالطول. ابتعد عن الخطوط الطويلة لأنها فيها خضع بصرية وتساعد على إظهار الطول أكثر من اللازم، حيث إن الملابس المفتوحة من الأمام لأنها تزيد الشعور بالطول أكثر. ثالث شيء وهو الأخير، احرصي على ارتداء ملابس ذات قصات أفقية على الصدر. من أهم الأشياء إنك تجربي الملابس اللي تكون فيها قصات أفقية على الصدر ويكون فيها جيوب كبيرة، وحتى الأقمشة القطنية أو اللي تكون فيها لمعة وتكون مخططة بالطول، بالإضافة إلى زخارف أو تطريز يكون واضح بشكل أفقي. هذه هي الأشكال اللي تتناسب مع المرأة الطويلة، مش ما تبينهاش إن هي تبان طويلة أكثر من الطول اللي هي مفروض تكون عليه. هذه فقرة موضة لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. مش بس كلامه.